انا الهوايه ديال الدراجات الناريه كان عندي من الصغر، من لاج ديال الليسي، ولكن كنت كندير واحد الرياضه بروفيسيونيل ما كانش مخليني ندير هاد الهوايه ديالي حتى كبرت ودرت مطبخ باسون توت سيل، زعما ما عاوني فيها حتى شي حد، لا بابا لا ماما، غير هما كانوا مؤيديني سورتو الماما. مي بابا كي مازال كيخاف وكيقول لي لا ما بغيتش هادشي وهذا، ولكن انا مشيت درت لو بيرمي ديالي العام اللي فات واتصلت بمدام دليله وقلت لها انا راه كتحمقني لاسوسياسيون ديالكم وبغيت نكون مومبر فيها الا كان ممكن، واستقبلتني بواحد الحراره وداتني بحال شي بنت ديالها، وانا عجبني الحال وشجعتني اكثر باش نشري لا موطو ونحقق هذا لو غيف اللي كان عندي، هذا الهدف ولا هذا الحلم اللي كان عندي حققته. وهي بشويه بشويه شريت ليكيبمون وبديت نقاد في لا موطو ديالي وتوفقت انني قديت بعد اول من نجي لكازا اول فواياج ديالي كان هو اليوم. انا يا بطله سابقه في رياضه السباحه وديجا تبت راسي شحال هادي، ولكن هاد الهوايه خلاتني نحس براسي ما مقيداش حتى شي قيود وانني ليبر وانني يمكن لي ندير اي حاجه ونوصل لاي هدف بغيتو في الحياه. وكما قالوا بزاف ديال الاصدقاء ديالي في الجمعيه اننا كنحسوا كنحيدوا الطاقه السلبيه كنحيدوها واللي كتخلينا كنكملوا المسار بالحياه ديالنا وكنحل اللي كنكونوا في شي حلم وكنرجعوا للحقيقه، وبها كتعطينا واحد الطاقه اللي ديما تخلينا موتيفي وتخلينا ناشطين ما نكتئبوا ما يجينا الحمد لله حتى شي حاجه. وكنتلاقاو حنا كنبرزوا ان المراه كطابل انها دير شحال من حاجه، وهذا لو دومين اللي بلوتو ماسكولين هذا المجال هذا ذكوري اكثر، وحنايا تبثنا اننا مع اليد ديال الرئيسه ديالنا اللي هي دليله مصباح انها قدرنا نثبتوا في هذا العالم الذكوري اننا حنا كاينين كعنصر نسوي ومكلنا نرفعوا الرايه ديال المراه في المستوى المغربي، وكان ريبريزونطيو هذا المجال بواحد الصوره جميله بحكم اننا كنقدموا هذه الصوره اننا لابسين اللوغو ديال لاسوسياسيون ديالنا وكنحترموا القواعد الاساسيه في هذه الجمعيه. وبيان سور الترحاب ديال مدام دليله هو اللي يخلينا اننا مجموعين بحال شي عائله.